السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. هذا ما فعل بكم محمد يا معشر قريش. أجل يا صفوان، أجل. ما كنت ظانا أن محمدا وصحبه سيهزمون قريشا يوم بدر. إنها هزيمة وقتل يا ابن حرب. نعم، محمد قتل الآباء والأبناء والإخوة، فرق الشمل وشتت الجمع. وماذا ستفعلون الآن؟ والله لن أغتسل أو أمس طيبا حتى ندرك ثأرنا من محمد. إذن فاسمعوا يا معشر قريش. تكلم يا صفوان، تكلم. تعلمون أن محمدا قد وتركم وقتل خياركم. أجل. فأعينونا بما تحمله عيركم على حربه، فلعلنا ندرك منه ثأرنا بما أصاب منا. نفعل ذلك يا صفوان. إنه الرأي، كل عيرنا وتجارتنا لحرب محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. محبي مسلسلات إذاعية مغربية. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. صدق الله العظيم. ويحك يا معاذ، ما بك؟ قريش يا رافع، قريش خرجت بنسائها ورجالها وأحابيشها لحرب رسول الله، وقد سرحوا خيلهم وإبلهم بالذرع الذي بالعريض فأتوا عليه. من أعلمك بهذا؟ هذا كتاب من العباس عم رسول الله يعلمه بخروج قريش. أجئت رسول الله وأخبرته بخبرك؟ لا، سأغدو إليه الآن وأخبره. قال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الليلة كأن لي بقرا تذبح، ورأيت في ذباب سيفي ثلما، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة. وما تأويل ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما البقر فهي ناس من أصحابي يقتلون، وأما الثلم الذي رأيت في ذباب سيفي فهو رجل من أهل بيتي يقتل، وأما الدرع الحصينة فأولتها المدينة، فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا، فإن أقاموا أقاموا بشر مقام، وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها. هذا هو الرأي يا رسول الله. يا رسول الله، اخرج بنا إلى عدونا، لا يرون أننا جبنا عنهم وضعفنا. اخرج بنا يا رسول الله، اخرج بنا. بل أقم في المدينة يا رسول الله، لا تخرج إليهم، فوالله ما خرجنا منها إلى عدو قط إلا أصاب منا، ولا دخل علينا إلا أصبنا منه، فدع لهم يا رسول الله.
فإن أقاموا أقاموا بشر مجلس، وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم، وإن رجعوا رجعوا خائبين كما جاءوا. فقال صلى الله عليه وسلم: امكثوا في المدينة واجعلوا النساء والذراري في الآطام. بل دعنا نخرج لعدونا يا رسول الله، أما وقد أعزنا الله بالإسلام وفينا نبي مرسل، أيدخل الوهن في قلوبنا والخوف في نفوسنا؟ يا رسول الله، هؤلاء فتيان أحداث ممن لم يشهدوا بدرا لا يرون إلا أن يصنعوا ما صنع الآخرون. مهلا يا ابن أبي، إن الله الذي نصر رسوله يوم بدر لا قادر على نصره اليوم. أخرج بنا يا رسول الله كما خرجت بأصحاب بدر، أخرج بنا إلى عدونا. الحمد لله، هذا رسول الله يدعونا للخروج. ها قد لبس رسول الله لأمته. الله أكبر، الله أكبر، عصاني عصاني وأطاع الولدان. هكذا استكرهتم رسول الله على الخروج والأمر ينزل عليه من السماء؟ ردوا الأمر إليه ولا تستكرهوه. يا رسول الله، ما كان لنا أن نخالفك، فاصنع ما بدا لك. أجل، اصنع ما بدا لك، اصنع ما بدا لك يا رسول الله. استكرهناك يا نبي الله وما كان لنا ذلك، فإن شئت فاقعد. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل، فانظروا ما أمرتكم به فافعلوه، وامضوا على اسم الله فلكم النصر ما صبرتم. امضوا على بركة الله يا أصحاب رسول الله. قاتله الله، أرأيت ما فعل هذا المنافق الضرير؟ من؟ مربع بن قيضي؟ أجل، لقد هم أن ينثر التراب في وجه رسول الله. ويل له، ما به؟ يريد أن يمنع رسول الله أن يمر من أرضه. وماذا فعلتم به؟ ابتدره القوم ليقتلوه، فمنعهم رسول الله وقال: دعوه، فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر. تبا له، والله إنه لا يستحق القتل. لا بأس يا معاذ، الخير فيما اختاره رسول الله. يا قوم، لا ندري على ما نقتل أنفسنا هنا، فلنرجع أيها الناس. فلنرجع يا ابن أبي. يا قوم، أستحلفكم الله ألا تخذلوا نبيكم وقومكم وقد حضر عدوهم. لقد أطاع من لا رأي له وعصاني، ولو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم، ولكننا لا نرى أن يكون قتال. أبعدكم الله يا أعداء الله، فسيغني الله عنكم نبيا. بسم الله الرحمن الرحيم. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. صدق الله العظيم. ها قد نزلنا بعينين من أحد، وقد جعل رسول الله ظهر العسكر إلى الجبل، وقد أمر رسول الله عبد الله بن جبير على الرماح، وهذا رسول الله يريد أن يتحدث إليهم. قال صلى الله عليه وسلم: قوموا على مصافكم هذه، انضحوا الخيل عنا بالنبل، لا يأتونا من خلفنا، فإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا،
وإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا ولا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم فلا تبرحوا حتى آمركم. أترى يا رافع إن المشركين كثيرون؟ أجل، إنهم 3000 رجل ومعهم 100 فرس، وقد جعلوا على الميمنة خالد بن الوليد وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل. ومن يحمل لواءهم؟ عثمان بن أبي طلحة. ومن عهد إليه رسول الله باللواء؟ عهد به إلى مصعب بن عمير. قل يا رافع، هل قبل رسول الله حلفاء بني أبي من يهود لنصرته؟ لا، فقد ردهم رسول الله وقال: إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. اللهم يا الله، انصر رسولك وأمت أعداءك يا رب العالمين. إن رسول الله يعرض سيفه على المسلمين ليأخذه أحدهم بحقه. وما حقه يا رافع؟ أن يضرب به من يأخذه حتى ينحني. هذا أبو دجانة يقول: أنا آخذه بحقه يا رسول الله. وها قد عصب رأسه بعصابة حمراء، انظر إليه، إنه يمشي مختالا بين الصفوف. إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموسم، هذا ما قاله رسول الله. استعد يا معاذ، فقد قرب لقاؤنا مع المشركين. يا بني عبد الدار، خذ يا أبا. يا بني عبد الدار، إنكم وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم، وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم إذا سالت سالوا، فإما أن تكتمون لواءنا وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكم. يا معشر قريش، أدركوا سعركم من محمد وصحبه واذكروا قتلاكم يوم بدر. أجل يا هند بنت عتبة، أجل، لن نبرح حتى ندرك ثأرنا. اضربنا الجفوف يا نسوة قريش. اشفي واشتفي واحصوا الحمزة، تكن من الأحرار. غدا بإذن الله نلتقي مع السيرة النبوية العطرة. محمد رسول الله. حلقات كتبها للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج محمد فهمي الخولي.